كريم، شو اللي صاير لك؟ يمكن بعمري ما رح أقدر أنسى وعيش حياتي بشكل طبيعي. ما برتاح حتى لو سافرت على أبعد بلد من هون. صار عندك بنوتة؟ عن جد عم تحكي؟ بابا أكيد رح يجي لعندك، أكيد رح يجي. تشبهي أمك كتير نسخة طب الأصل عنا. جوليا كانت مخبية عنك شغلة مهمة، وإذا ما بده يستوعب يلي صار يصطفل ويروح لجهنم الحمراء. حفظت السر كتير منيح يا زينب. ماني عين شوفه وقف قدام، كيف رح أقدر أطلع بعيونه؟ أغنية الحب بالجزء الثاني يوميا 7:10 مساء على الجديد